السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وحشتوني. والنهاردة معادنا مع فيديو جديد وتحدي جديد، ومن التحديات القريبة جدا لقلبي، لأن النهاردة هعمل معاكم مخبوزات. وانتوا عارفين بقى ان انا بحب اللعب في الدقيق، والمفروض ان انا اعمل مخبوزات بشكل جديد ما تعملش قبل كده. وانا بحب الالوان جدا، فقررت ادخل الالوان في مخبوزاتي. نسمي بالرحمن ونتوكل على الله. تعالوا شوفوا هنعمل ايه. معانا بقى كوبايه لبن، واللبن لازم يكون دافي، ومعانا باكو خميره هنحطه على اللبن بتاعنا. هنحط عليهم معلقتين سكر وذره ملح، هنحط بيضاية ومعلقتين زيت، وهندوب الكلام ده كله مع بعض كويس. وبعد كده نروح لصاحبنا الغالي اللي بيوفر عضلاتنا، العجان. هنحط بقى الدقيق على المقدار اللي فات، وزي ما قلت لكم قبل كده ما عنديش مبدأ في التوابل، كمان برضو ما عنديش مبدأ في الدقيق، ما تفهمونيش غلط، لان انواع الدقيق بتختلف. علشان كده هنفضل نحط في الدقيق لحد ما العجينة تلم معانا بالشكل ده ويكون ملمسها مظبوط. وطبعا هنسيبها تخمر كويس، وبعد ما العجينة خمرت وبقت ما شاء الله جميلة كده، اللهم بارك، هنسمي بالله ونرش دقيق وندي العجينة كده تدكتين تلاتة. وزي ما انتوا شايفين العجينة ملمسها جميل ازاي. دلوقتي بقى نبتدي نقسم العجينة لأجزاء زي ما انتوا شايفين كده، ونبتدي بقى نشكل ونظبط، وكمان هنخترع. وزي ما قلت لكم في اول الفيديو انا هخترع بالالوان، وهنبتدي كده نلون العجينة. عندنا احمر واصفر واخضر، وطبعا انا لبست جوانتي عشان الالوان ما تجيش في ايديا، بس زي ما انتوا عارفين انا بحبش حاجة تضايقني، وكمان بحب اعيش اللحظة، واجمل لحظة نعيشها مع العجين. فرميت الجوانتي بعيد وابتديت اعيش مع الالوان والحركات، وقعدت بقى اظبط في الالوان لحد ما الالوان دخلت في العجينه واتظبطت. وكده بقى عندنا اربع الوان، الاحمر والاخضر والاصفر والابيض. هنبتدي بقى نشكل ونفنن علشان نطلع اشكال جديده ولذيذه. انا كده مسكت كل لون وقطعت منه كور صغيرة جدا، وبعد كده هنلزقهم في بعض بشوية لبن صغيرين، وهنعمل شكل وردة. وطبعا هعملها بالألوان كلها. نيجي بقى للشكل ده، وبصراحة كان عاجبني اللعب معاه. بجد اختراع ويجنن وبسيط خالص. هنجيب كل لون ونقطع منه حتت صغيرة كده ونرميها قدامنا عشوائي لحد ما نخلص الألوان كلها. بعد كده هنجيب ورقة زبدة وهنحطها على قطع العجين اللي أنا قطعتها، وبالنشابة الصغنونة الجميلة بتاعتي دي هنفرد العجين فهيلزق في بعض، فطبعا الالوان كلها هتدخل في بعض وهتبقى بالشكل الجميل ده. عندنا بقى القطاعات اي شكل عندنا. هنبتدي نقطع العجينة على الاشكال،
شايفين شكل الألوان تحفة ازاي؟ بجد كنت مبسوط قوي من التحدي ده ومن الألوان واللعب فيها. طبعا قعدت ألف كتير. ومن موقع هذا أحب أشكر مامتي حبيبتي اللي سابتني أعيش مع نفسي ولا اعترضتش على اللي أنا بعمله، مادام محافظ على نظافة المطبخ ومحافظ على الأدوات اللي بستعملها، ودي أهم حاجة عند مامتي حبيبتي. طبعا بقى بقيت أحشي شوكولاتة وأحشي عجوة، وفي طبعا الأشكال الملونة اللي في الأول دي سبتها سادة، وكمان عملت شكل الوردة الغريبة دي تقولوش نجمة البحر يا اخواتي. وطبعا عبد الرحمن اخويا لما شاف الالوان دي جذبته جدا وجي جنبي وقعد يشكل الوردات الصغيرة دي زي ما انتوا شايفين. يلا خلينا نعلمه حبة، ما علينا، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. نكمل بقى تقريبا كده خلصنا كل الاشكال. المفاجأة بقى ان احنا مش هنحط المخبوزات دي في الفرن، احنا هنقليها في الزيت. اه والله زي ما بقول لكم كده، هنجيب طاسه فيها زيت على النار وهنحط فيها الاشكال اللي احنا عملناها، والمعلقه كده هنقعد نحط الزيت على الوش لحد ما العجينه تتنفخ او الشكل بتاعنا يتنفخ، وهنقلبه كده على الناحيتين سريعا ما بياخدش ثواني. بعد كده هنطلعه على مناديل المطبخ. بعد كده هنكمل بقيه ال... بعد كده... بعد كده هنكمل بقيه الاشكال اللي معانا. وانا كل شكل بحطه في الزيت وبيتنفخ بيبقى شكله تحفه قوي، وببقى مبسوط وفرحان جدا. طبعا ده تحدي، هتلاقوا اصحابي عاملين اشكال جديده بالمخبوزات هتعجبكم جدا وتستفيدوا منها كمان. اتمنى تدخلوا على صندوق الوصف وتشجعوهم. شايفين الاشكال طلعت عندي جميله وهشه ازاي، والالوان ما اثرتش في طعمها خالص لانها الوان طبيعيه. وانا بقى قررت ان اعملها معاملة الزلابية وارش عليها سكر بودر، وبقى شكلها وطعمها جنان وعجبت كل اللي داق منها. ودي كمان الاشكال اللي عملتها ببقية العجينة، شايفين مش ملونة صحيح بس كأنها طالعة من الفرن. على فكرة كلها مقلية في الزيت والله، وكلها هشة وطرية جدا جدا، محدش داق والا قال لسه ايدك يا شريف ادهم. اتمنى يكون مخبوزات النهارده واشكالي عجبتكم، وكمان الواني اوعوا تنسوا، ويا ريت ما تنسونيش من اللايك الحلو والكومنت الجميل، واهم حاجه طبعا الدعوه الحلوه. مستنوني ان شاء الله في فيديو جديد وتحدي جديد مع الشيف الصغير ادهم. اسيبكم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.